دكتور اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ متشرفين بوجود حضرتك معانا. والحقيقه انا اللي اتشرفت يا فندم. الله يخليك. انا عندي استفسار كأم. فكره ان ابني يلعب لعبه الموت دي ويكتم نفسه لزمن قدره سين، خلال الزمن ده ممكن يفقد الوعي. تأثير عدم دخول الاكسجين لجسمه خلال زمن معين ده ممكن يأثر ازاي على الوظائف الحيوية الجسم؟ هو طبعا بداية المخ بتاع الإنسان زيه زي باقي أجهزة الجسم، بيحتاج إنه يبقى ممتد ليه أكسجين بصفة دايمة عشان يقدر يحافظ على الوظائف بتاعته بطريقة سليمة. الأكسجين اللي بيوصل للمخ بيقدر بخمس الأكسجين اللي موجود في الدم، وبالتالي أي نقص في الأكسجين المحمل في الدم اللي واصل للمخ هيأثر عليه بصورة ملحوظة وفي وقت قليل. بمعنى إنه عدم وصول الدم للمخ بالطريقة الخنق اللي بتحصل دي لمدة 4 دقائق هيبتدي يحصل موت تبعيا في خلايا المخ، يعني هيبتدي يحصل دمور للخلايا واحدة تلو الأخرى. أعراض بقى أنا بس سؤالي بعد إذنك في النقطة دي، دمور أو يعني موت لبعض خلايا المخ، هل الخلايا دي ممكن تعوض لو لا. لو لا؟ لا، خلايا المخ اللي بتدمر ما بتتجددش تاني، يعني مش زي الجلد او الشعر او اي خلايا تانية في الجسم، كرات الدم، الخلايا دي كلها بتتجدد نفسها بعد ما بتدمر، لكن خلايا المخ والحبل الشوكي ما بيحصلش فيها تجدد. تمام. بمعنى ان اللي هيدمر الوظيفه بتاعته هتنتهي للابد، ايا كانت بقى وظيفه الخليه دي، مسؤوله عن التركيز، عن السمع، عن الكلام. أعراض نقص الأكسجين بتبتدي بعد 15 ثانية بالظبط، بتحصل في كذا صورة وكلهم بيبتدوا يأثروا على المخ. بداية من تقل في الكلام، إحساس الدوخة، عدم اتزان، فقدان شعور الشخص بالناس اللي حواليه، زرقان في الشفايف والأطراف، ويبتدي يبقى في ارتفاع شديد في ضربات القلب عشان بيحاول يعوض الدم اللي مش واصل. كل ده بيؤدي في النهاية إنه بداية يبتدي يحصل زيادة في كهربة المخ تؤدي إلى تشنجات، ممكن يدخل في غيبوبة، غيبوبة دي ممكن تبقى مؤقتة وممكن تبقى دائمة. يا نهار أبيض. وطبعا ده كله بيعتمد على احتمال الخلية لنقص الأكسجين. بعد ما بيرجع تاني الدم يوصل للمخ، هل بقى هيرجع يفوق تاني ولا لأ؟ كل جسم مختلف عن الآخر، ومنقدرش نحدد مين فيهم اللي هيتحسن أو هيرجع لطبيعته، ومين اللي هيبقى عنده نسب تمور سواء مؤقتة أو دائمة. يعني يا دكتور مسألة خطيرة، وهم الولاد الصغيرين بيعتبروها لعبة، بيهزروا مع بعض، فالهزار ده ممكن يؤدي إلى فقد وظيفة من وظائف الجسم بناء على يعني كلام حضرتك. أقلهم مثلا القدرة على التركيز، إنه ما بقاش مركز. دي أقلهم يا فندم. يعني إحنا سمعنا عن طفلة في إيطاليا بتهيألي هي في باليرمو كان عندها 10 سنين في اللعبة دي اتوفت. اتوفت كمان. الكلام ده حصل وموجود. يعني فهو ممكن أقل شيء إنه يحصل قلة تركيز، عدم اتزان، دوخة ويفوق منها، لكن ممكن توصل لوفاة، ممكن توصل لدمور يؤدي ل عاهة، يعني ممكن يبقى عنده فقدان القدرة على الكلام ويبقى ثابت معاه على طول صفة دايمة، ممكن يبقى عنده فقدان بصر. يا نهار أبيض. يعني لعل معلومات اللي حضرتك قلتها لنا دي يعني تخلي الأولاد يبقى عندهم فكرة إن ده ممكن يؤدي إلى ضرر جسيم بالنسبة لهم، وكمان توعي الآباء في البيت إنهم يوعوا أولادهم ان اللعبه دي حقيقي لعبه موت. بشكر حضرتك يا فندم دكتور محمد البلتاجي، بشكرك جدا جدا على المعلومات القيمه اللي حضرتك قلتها لنا. طيب احنا